نتكلم اكتر عن حاله الانديه المنافسه في الدوري. انا عايزك برضو تقولي رايك في رابطه الانديه، دورها بشكل عام، هل كتجربه اولى، لان هي دي اول تجربه ليها، هل انت راضي عن دورها؟ هل انت شايف انه في بعض النواقص او بعض الامور اللي محتاج الرابطه ان هي تشتغل عليها قبل بدايه الموسم اللي جاي؟ والله هقول لحضرتك على حاجه، احنا كلنا تفائلنا خير بوجود رابطه الانديه، وقلنا دي خطوه اتاخرت كتير ويبقى زي الكره العالميه، لكن انا في وجهه نظري الشخصيه ان اول القصيده كان كفر. يعني ازاي؟ انا كان لي لقاء مع الاستاذ احمد دياب رئيس الرابطه، وقبل الموسم طبعا بقول له الموسم ده فيه ضغوطات كتير، في الانديه مشاركه في بطولات افريقيا، عندك الاهلي في كاس العالم للانديه، عندك كاس الامم الافريقيه اللي كان اقيمت في الكاميرون في اول السنه، عندك تصفيات كاس العالم ثم كاس العالم، حاجات كتيره، او بلاش بقى كاس العالم، خلينا في التصفيات، عندك ارتباطات كتيره جدا، هتعمل ايه في الموسم ده؟ فقال لي جمله، قال لي الناس دايما بتقول على كل موسم الموسم الاستثنائي، قال لي ده تحديدا هو ده الموسم الاستثنائي، فعشان كده هيبقى فيه استثناءات، يعني الجدول الدوري السنه ده هيبقى يعني الدوري السنه ده هيبقى مختلف. كان في اقتراحات ساعتها انه كان يبقى من دوري مجموعتين او دوري من دور واحد، ومش عارف اول خمسه يلعبوا فيه اول ثمانيه، كان هيخرج من كده، لكن في النهايه لقيناه خرج بدوري كامل من 34 اسبوع من دور اول ودور ثاني كاملين تماما، بالاضافه لبطوله الرابطه، كاس الرابطه زادت عليها. اي نعم يا كاس الرابطه ما كانش فيها الدوليين قوي، لكن في النهايه اهي انت يعني اضافه كمان على الاستنزاف فانا لما شفت دي بصراحه ما تفائلتش، لان انت بنفسك قلت ان ده هو ده الدوري الاستثنائي بقى، يعني السنه دي هنعمل. طب انت ما عملتش ده، انا فاهم ان الانديه يعني ضغطت شويه عشان يعني كل واحد كنت لسه عايز اقول لك انه الانديه هي يعني في الاخر هو بيرجع للانديه، والانديه هنا قالت احنا حابين ان احنا نكمل بالفورمات او الشكل التقليدي. في النهايه ما زودتش حاجه يا استاذ محمد، الرابطه ما زودتش حاجة. يعني في النهايه لما تشوف الموسم انا ما حسيتش بفرق وجود رابطه من عدم وجود رابطه، اللهم لك، من شكل كويس في الاحتفالات، في يعني في تسليم درع، لا وده كلام في النهايه برضو مش ده اللي فارق، انا كان يهمني شكل المسابقه، يعني شكل المسابقه ده كان الاساس. النهارده لعبتنا استنزفت تماما 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 بسبب طول المسابقه، بسبب يعني مثلا الدوري التونسي خلص بدري جدا، ليه؟ راح عامل لك مجموعتين وخلص بدري عشان عنده ارتباطات، وده انعكس على الكره التونسيه في النهايه، تونس في كاس العالم، لكن انت ما صعدتش كاس العالم. هتقول لي الحظ والتوفيق، ما هو انت لو كان عندك اوريدي يعني وصل الامر بينا ان النادي الاهلي كان بيلعب في بطوله كاس العالم للانديه، ولاعيبته بتلعب في الكاميرون، الاهلي كان بيلعب في الامارات وكاس العالم للانديه، والمنتخب كان بيلعب في الكاميرون كاس الامم الافريقيه، وكان في تصريح حتى مشير لرئيس الاتحاد وقتها، ما قال لك كل واحد هيلعب بكامل نجومه، ده كان تصريح منه ان الاهلي عفوا ان المنتخب مصر مش هيسال، لكن حصل العكس. طيب ايه المعطيات اللي احنا المفروض نبقى ملمين بيها فيما يخص يعني ترتيب المسابقه للموسم اللي جاي؟ يعني هتبدا امتى المفروض، وهتخلص امتى طبقا للتصريحات الاخيره؟ مفترض انها تبدا في اكتوبر، مفترض حسب كلامهم، بس شكلها هو ده اللي مهم بالنسبه لنا، يعني تبدا في اكتوبر ماشي، بس انت لازم يبقى عندك موسم استثنائي، انت هتفضل دائما ابدا في حلقه مفرغه، الموسم هيمط معاك لنهايه السنه، يعني هيقعد سنه تاني وسنه، لازم في النهايه تيجي عامل دروب، تيجي عامل بطوله مثلا من دور واحد. تتوقع ان الرابطه ربما ان لازم. هي مش متوقع ده تحدث لازم. فارق في جزئيه التنظيم وانه يبقى فيه استثناءات؟ ده لازم يا استاذ محمد، اصل يعني ايه، دي عمليه لابد منها، المريض محتاج عمليه، ده مريض، هتفضل كره قدم المصريه مريضه الى ان يحدث ذلك، يعني انت لازم تيجي عامل ده. طيب. يعني انت ما بتعالجش حاجه، انت بتدي مسكنات، في النهايه المرض زي ما هو. طيب. لازم تعمل العمليه الجراحيه.